بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجل كان هو كبد العظمية أعرض الصدر لي السبحات وصورة الروم كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نوضته ورمي عشر كيرن ورائيه ودنبيه وإلهي سيري سبحانه وتعالى أستقى الله خبابا يا رسول سيسا لماذا ربح أيوه لهي أردين تقبحه أريد دين تحقق إيلانا أريد إيه وحاوية ورح قراءة ومؤمنين وهذا من الله سيسير إلهي سبربيس وإلهي دفت فأبورو دين تلاهي بدلدنا ما يسانها منه إلا بدل معهم إلهي دين تيسا أما إلهي خلق تيسا أرنك الله سواشا قول إلهي دين كالتوصوري أو إلهي توحيد تيسا أصيح شهدتك أكثر قولوا إلهي مقر ميان مرسى الله وحوده سبحانه وتعالى وجوه دين أوغا وهو مدر مبحية دين تصب حيه ده إلهي أدينك أن قني سين الله سبحانه وتعالى أولا إمانا يوضع أو فري كان هرا يوضع أو هابي إلهي سعب صدع يوضع إلهي سبحانه وتعالى هو الله أدعى صلاة أوغا يوضع إلهي أنا هاننا سوى مسلكين تاقوة كمدة كوفوة كمدة هانو إلهي فلجي يدين كودة وهايين سرقوي فلجوان وهوي ثلاثة صحي حزب الأركوب إلهي وقوة كمدة إلهي فرغض النغلي وحاله هيسان إلي كفر أحسنه من الله الله أعيب دعجة إن الناس ينفجلوا إلهي سبحانه وتعالى وهو نوروها مريان كفار تمرسي حوي ودباسة إرسل عدو إنه يفضل غوضة إبري أيام أيضو أم قنعة وإذكال إيسان مرسي أعبدوا إنه أصنام في وحد بانتعي إيسدوا إنه أيام أدي إلهي حجي فرحمدوا ببنسيه وحي هلامه طيب أيها سمد هود إلهي هد قول إيه شريك إلهي ألا يهود هو إذا وصي مستنى سبتك أو سعطول إلهي بس هذا ميسان حال غفة سري بسارس إيه للكي ذا سواق عيد نساس إيه كينا وإذا وصي مستنى سبتك أو سعطول إلهي مر مر أو سعط وبتك وحوي سجع قدع صخر أو قدع مرل أو قدع دعوا ربهم هد قول أيه بريا يا نو إلهي دعوا ربهم هد قول أيه بريا يا منيذين حالهم كون نقون أيه إليه إيه الله إليه حجيس نقون أيه إلهي غير كيف تصلى عبن أيه دعوا ربهم هد قول أيه بريا يا نو إله سبحانه وتعالى منيذين حالهم كون نقون أيه إليه إيه الله إليه حجيس نقون أيه وضعه إلهي إيه نقون أيه دون غير هو إلهي غير كيف تصلى عليه ثم إذا وصي أذاغهم ألا أود بنسيه من حجيس رحمة حريص وغد بنسيه ومثلا برحمة مدر في أي أبوين مدر لسيه أيها أدار هيسي هدي إلهي سبحانه وتعالى مدر أصيه إذا وصي أقول إلهي فريق فريق غيب أو منه أيها سميرة يسرقونك وإسريجي إلهي ويبهب ينهبه وإسريجي إلهي إذا وصي أقول إلهي فريق فريق ومنهم أيضا سميره لإلهي بهدهم هد غوضة يتركون في أسلوب إلهي ليكفروا أيضا إلهي سبحانه وتعالى هكو كريانو بما آتيناهم محانو سينا هكو كريانو فتمتعوها الراحيستانو فسوف جير دنبول إلهي تعلمون أما سيعلمون وإجابونا إلهي غير سبحانه وتعالى مركي ألا محريف أسلوب طريق أيها سميد أيها حب غير أسريك إلهي وإسراج بيت سمعين أيها نعمر إلهي سبحانه وتعالى أسيري أيها شكوش فيني مرسى سيدي حوي إلهي غير في شيء حسك فينا أيها ليس فروه مرسى الأمتان غير معنى أيها سينتهاد كور نوان السوى محمد إن مرسى سيدي لأم الأمر لغدك أولي سهديدة أولي إلهي سهد كنا أنه من ليس فروه حسك فيانو إلهي حسك فيانو وهي سهل عن إليه وي بما آتيناهم وحانو سينا هكذا كريانو الإلهي ومرسى في تهديد ليلشيه فتمتعوها حيث صود إلهي وعلى وقل سفالها بنا فسوف جار دنبو فعلمون وعوادون تين عاقبة فما سعركم لي فمتعينا عرشيش وعوادون تين
guriyaha midaasaa la yidhi. Ilaa intaan markaasi laga dhigo laamul caaqiba wafayruuna way banaantaa oo la yidhaahdo fariiq ayaga ka mid ayaa hadigooda u sugi yeelaayo liyaqquruu inay sukriyaan u ilaahay. Oo markaasi israagaas caaqibadiisu ay noqoto kufri ay noqoto liyaqquruu inay kufriyaan u ilaahay bimaa aatiinaahum wixi aanu siino u ilaahay. watamatacuu raaxaysta u ilaahay marka iltifaad weeye oo waxaa loo milicsanayaa kidaab fasawfa jeer dambo u dhahay ale taclamuuna waa ogaa doontiin tamatuciinan oo aad ku tamatucaysaan macsida cirigta ka dhalata waad ogaa doontiin. am anzalnaa ayuu dhahay ilaahay am anzalnaa miyaanu dejinna u ilaahay caliim korkooda sulaanan xujo miyaanu kusoo dejinay. waxaa laga wadaa xujo iyo kitaab weeye oo fahuwa ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala kitaabki yatakallamu mid waramaayo miyaa bimaa fiisaanu ay aadeen bihi maaga yushrikuuna kuwa alla ugu sugi jiraa oo waxa weeye xujo miyaanu kusoo dejinay. markaase waxa weeye xujadu waxay ka waramaysaa inay alla u sugi jiraan oo israaga miy amraysa la wey kitaabu linkaari bimacna nafsi wey ilahay wuxuu yihi am anzalnaa miyaanu dejinay calayhim korkooda uu ilaahay suldaanan xujo miyaanu ku dejinay oo fahuwa suldaankii ou ilaahay yatakallamu mid waramaayo miya waa takalluma jalaalatin wey bimaa fii kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yushrikuuna kuwa alla ugu sugi jira oo ma waxau farayaa weeye israag weeye la weeye wax markaasi loo keenay oo kitaab iyo xijaar ma jiraan oo ilaahay subxaanahu watacaala inay usugi jeelaan kufaayo waidaa waktigaa yuuda ilaahay adaqna naasa dadka aan u dhadhansiino raxmata naxariista aan u dhadhansiino waktigaas waxaa lagu ramay kufaaro mako asagate wixii ayaga wadadooda ah oo kufaara ayaa loola jeedaa. waidaa waktiga yuuda ilaahay subxaanahu watacaala adaqna naasa dadka aan u dhadhansiino raxmata naxariista farixoogihaa way ku farxayaan u ilaahay faraxaan marka waa fariixa badarin weye farax oo kibir weye ee haddii ilaahay nimadiisa lagu farxo fariixa shukrin waa loo baahan yahay fariixa shukrin waa loo baahan yahay in qofku waxa weeye asagu ilaahay ku shukrinayo shayga uu ku farxo waa loo baahan yahay. waxaa dib ugu diidaayo waa sii qaaruun oo kale oo ay yidhaahdeen laa tafrax in allaha laa yuxibu alfarixiin mida laysa reebaayo taas wey ilaahay buu yihi waidaa waktigii adaqna naasa dadka aan u dhadhansiino kufaaru maka iyo qeyrkoodaba farxuu way ku farxayaan bimaa raxmadaas way ku farxayaan farxad oo markaasi kibir iyo markaasi ay ka qaadaan eeqoo wa in tasibum hadday asiirto ba ilaahay sayi-atun xumaan hadday asiirto haddii waxa weeye shidda ay ku dhacdo bimaa fii sababkiisa qadamad aydiihim gamcahooda ay hor marsadeen ay ugu dhacdo ilaa waktigaas tum ayagu yaqnaduuna ama yaqnaduuna kuwa quusanayo weya markii wax la siiyo waxa weeye farxad oo kibira ayay farxayaan. ilaahay markaa haddana wuxuu yidhi wa in tusibhum haddii ay asiirto sayi-atun xumaano hadday asiirto oo waxa weeye shidda ay ku dhacdo bimaa fii sababkiisana ay ku asiirto qadamad aydiihim gamcahooda ay hormarsadeen waxyaabaha macaasida hay sameeyeen haddii musiiba ugu dhacdo weye gacmaha waxa looga cabirayo asarul af'aal ayaa gamcaha ka timaada ee wixii markaasi jawaarixda kale lagu sameeyo amase aqwaal lagu sameeyo ayaguna lamid weeye idaa waktigaasowdha ilaahay hum ayagu yaqniduuna kuwa quusanayo weeye naxariista ilaahay bay ka quusanayaan subxaanahu watacaala. marka mu'minka sha'nigiisana waxaa kamid a an yashkura cinda nicma nicmada agteeda inuu shukriyo ayaa mu'minka sha'nigiisa kamid a wayabduu rabbahu cinda shidda inuu rabbigiisa uu rajeeriyo markii shidda ay timaado qofka mu'minkaa saas weeye da'digiisa ee ma ahan markuu dhibaato arko inuu quusto markii waxa weeye wax uu helane inuu farixa badarin uu farxo ma ahan weeye mu'min sha'nigiisu maha arrintaas. awalam yarow miyay ka cogsoonin ou ilaahay an allaha alle yabsudu risqa risqiga sanfirinaayo inuu yahay laman duurna u fidinaayo shaa uu doonaayo oo wayaqdiba haddana uu ku cariibayo qofka uu doonaayo. hadda markaa ilaahay wuxuu nooga soo waramay qolooyinkan kufaartaa iyo wixii markaasi munaafiqiin iyo dacafaa oo iimaan xataa isuu geli karaana layd haddii ilaahay subxaana watacaala naxariis uu siiyo oo nicmo ay helaan oo khayr helaan inay markaasi farixa badarin ay ku farxayaan
هذه وحوية دواسع يكون عظيم إلى أن حريص الله يسقه صنعيا مرك الله سبحانه وتعالى وقوة رميا تبتغى الله يكفر جنعيا إلا اللي تعريل يا إما يسهي ما رفيا فضل الله الأزري فضل الله الأزري يا إليك قفت وحوية رسل الله واسعيانا إن أصدق الامتحان عليه أو الله خيرنا هل يذكر أم لا أريد قفت رسل اللي يأريدنا وحال خيرنا هل يصبر ويرلى أم يلجر ويشكو إن وحوية أو صبها أو قضاها يقدر إليه هذا كل مقنع إن الحناجة أو شاذان أرد ساكوين مركع علمه الحيلة ذان أدل دار امتحان وابتلاء إليه أيضا أيضا اتقع ذنه يقول الله عارف انت وصاتي هذا وقفت وحوية إنه ابتلاء كجره إنه امتحان كجره كما لحياة ربا أقول لحياة قف قف انت أسلمون كرانا مورك ربا أولا يروا لي سيد السلمين والإله أن الله قال يبسط الرسل تشجى تنفلنا إليه لمن دون أكلنا يشاو دون امتحان وحيد الله امتحان اختبار لينظر الله إنه في يوم ظاهر أيشكر أم يبقى إنه شكرية إنه ككبرة نعم هذا مرسل الغسرال ووصي لنا إلا يهدن الغير ويقدر الله ويساء ديريا يهدن هسك مصر أرض ويساء ديريا ويسلوه إن في ذلك المذكور تعالى صراحة يقول إلهي لآيات على رأي قصبا دلالات على قدرة الله تعالى الوحدانية فيه دليل وحاوية إلهي قصبانيسة هي الوحدانيسة قصالينة هي قصبا مولا إلهي سبحانه وتعالى إن في ذلك تعالى صراحة يقول لآيات على رأي قصبا مولا إلهي سبحانه وتعالى لقوم من قوم أغصبا قوم كاسو يؤمنون فمين أو إلهي بذكر مؤمنين كاوح الله أخا في أيضا أيها في انتفاع آية أيضا أيها الدنب حول المحل الصلاة الرجولي إنسي يمرك لغسر وحمي قفت إلهي سبحانه وتعالى وحكي وعلى هبا إن المركة سوحة ولي إنسي وقرابة تحريري وإحسان وفصة مرايو أيها الوضع هنية فتعالى أولي سبحانه وتعالى سآسي كل يوم إلهي قفت أم صلى خاله ولا خدامي فآسي كل يوم إلهي ألا والغرباء قرابك كان أصاحيك حقه وحقه تسيب بره يصلاة أيام الوزيلة إن رباه من أصله أولى حديثه أيام الدنيا فآسي سيئو الإلهي والغرباء قرابك كان أصاحيك حقه وحقه تسيب أيضا محيطوه رمي تاري صدقال إلى صدقات التطور صدقال أصمده إذا تسمى وحرمي في أغاجه معايلة ربا نورة ورد مكياء لكذا نوحان لقرم يغري فنسيعو لبعضه في شهد مدينة يعني الغفر اليغري مرك هذا إلهي وحليه سبحانه وتعالى قفك قرابدا حقي فتسيه بإلهي وصيه وضع مرك رسوله أولي بر أصمي سلاء أصمي ثلاث أيام رفي الله سبحانه وتعالى وقفك مرك في قريبك فآتي سيه بإلهي ذا القرباء قرابدا كان أصاحبك حقه حقي فتسيه مرك هذا قريبك أيها الهرمي أصدق أيها أهمه هاي لوجه كل هذي أصدق أول الله سيئو صدقنا ويهين سلانا ويهين اللي بدر يجري يرانا جاه وصدقنا ويقون نقونا جاه سلا ترحنا ويقون نقونا جاه سلا في مركز سيئو جد ويهين وخيابها خلانتو أيضا وحاوي إمام كبيرا أبو حنيفة وها أقاقا سي نفقه أو أرحام تدست قرابة على نفقه عموما هو نفقه سعامة إن الواجب أيسا وفت قادر فقوة إن الواجب أيسا لكن ما مالك ما منع الشافعي وحويه ما فقد وحي واجب سائده تبقى اصولها هي فروعها هي الواجب الكبير اللي انت تصور لنا فقدوا الصنوه هي شيخ جان البربري وهو احمد بن زان فاطمه الله مرسوله سبحانه وتعالى مثل قرابه اصاحبك حقيقه فيه والمسكين مسكين كان حقيقه فيه وابن السبيل مثل انتي كان حقيقه فيه قصه مسافرته او صدقت فيه مرك هذا خطاب كان واه رسول كان عليه الصلاة والسلام لكن حالي أرجالين كوضايا وأم سنة لي سبع من له في ذلك نبي عليه الصلاة والسلام ومدي سنة أرم تأثنى ويتعاد ومطايو سيلا نبي الله أمها عليه الصلاة والسلام ألا أمدنا الله أمها الله ذلك ساعات الأسراش يا رول إلهي ألا خير خير بضنور إلهي للذين قوة وخير بضن يريد دون الدون آية
وصل الله إلهي ليه تجوناي ذلك سأخبطوش يقول إله سبحانه وتعالى وهو إنفاق قاصل إسفرده إن تأتون على السيارة ذلك سأصول إلهي أيا خير خير بذن للذين صونا وخير بذن يريد دون الدوناي وصل الله إلهي ليه تجوناي إلهي تريد سيدوناي وأولئك قوة صناع الإلهي هم المصلحون وأكولي ذاني هو أمرك إلهي نقاطي إنساته هولي حبيبي وأولئك قوة صناع الأرض سبحانه وتعالى هم المصلحون وأكولي ذاني أيضا إلهي وما آتيت من آتيتين والإلهي أو من هبا سيادة هذا وحل بحياله مرك مرك وحل بحنا كيفين اللي يستدلون إلى المدى اللي يستنه هنا يا إلهي نرسله وما آتيت بها بحسان الإله أو آتيتين ومثلا زيادة أولي ليربوه إنه يكون زيادنا ضد حسين والإله في أمار الناس لك مالي القوضة فلا يربوك في زيادة مالي عند الله إلي أسيك في زيادة مالي وما آتيت بها آتيتين أو من زكاة صدقه الإله يريدون حال أكدون يسين وشال الله إلهي الهيسة أولئك قوة صور الله تعالى حبحيه هم الملعفون وأقوى الله العبا يود إلهي سووغ وحعي بحيان أيها الله العبا يهود الله سبحانه وتعالى إلهي يقول سبحانه وتعالى وما آتيت بها أسلسان أو من ربا رباء هذا الربا في لغوية هذا لغوة ما هي في أو شرع إله إدمه وحرام تهدمه مركب هذا لغوة بأن يؤذي شيئا هبة أو هدية بس كانوا مثلا وإنه وحأضحية هبة أو أضحية غفر هدية أبو هدية ليبلغ أصلا منه قلي أصلا وصدربا وحف وحكبرا وقفت وحف وحأصينا وحكبرا كهر إسلام مركا ساعة وحالهما على اسم المظلوك ومركا زياني في المعاملة وآله مركا وحالة جدد ومركا وح مركا في زيادة لقول هذين عليهم هو مركا في زيادة أو كذلبا خوحا مهدى إليه جاء أو وحدوها دينا مقابلة ما أحداه وحاوصنا مقابل خورة مركا تود إلهي وما آتيت منها أتوسان أو من جبن زيادة هو إلهي زيادة ذات كذلبا وثانوي ليربوع إلى كل زيادة ضد حسان وإلهي وضد حسان في أمالنا أصدقت مالي أكور بس كان قصة أرسلنا يومال كيسة أيوه وكرب أعوه وحكبر منه صحيح وعدد كمال ساسوه حلصرين هايوري الآخرين للهدى فيه والهدية بس كذلك قادنا عن لها الجيدة وهي إله يحيري فلا يربوك في الجلاد المالك عند الله لي أسلت في الجلاد المالك فوح مرسى في الثواب اللي يحيل المالك لا ثواب فيه وهي وح ثواب مرسى في النوري وعدد كان قوة بحنا فهو كم هل ايان فرح الضيوحة ابحان ايان هذا الروحة واحتبرها فصورنا قدان وما اتيت منها السلطان والإله ومن زكاة صدقاءه ايه ادعسين وصدقاءه والإله تريدون حال السجون يسين والإله صدقاء يا صديقين وصام وصال الله إله اللي سأسجون يسين إلهي سوءنا روح حسان ايه ادعو حسان والإله فأولئك هو حويل انتفاد ولي وقد أصلا لنا الأحسن يا قرآن سبلا غريسة كمثال فأولئك قوة صود إلهي تمر ملعفون وأقوى الله على الله وإلهي هو غير قوة صود الله على الله هو وحب بحناية إلهي الجلال سبحانه وتعالى مرك وحكفته 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 بحناية هي وحكفته لعمل طلعه وحكفته وحكفته هنجري در إلهين هذا أبي إلهي سبحانه وتعالى وحكفته يفرق عناية قفت أنا أبدو أدوه أو معناه وهو يحفظ لنا فوق فيه ومتى في فداس ولي هو أصيب إسكي فوق فيه لكن أجل وحعب بحنه يسر وقت الصحاء هذاني وعليه بهان يهي إنه در إلهي سهام أخضان در إلهي إنا أدو حبه إلهي سبحانه وتعالى وهو كفينا صلاة بحانه لكن أجل الله مرهبه إنا أدو حبه يسر أما أد عمر أسمى يسر وهو يروحنا إلهي جرادي بأهيه عمل سمسة سوى حوية يقف كانوا أصنعينه وعمل إلهي أصنع العاف الملاحف أصنع العاف الملاحف أصنع العاف لهم الحسنات والحسنات تريد لوجه جارية هاي لنيد إلى نيد ونسنع خالص إلهي الله الله إلهي
الذي الله ويه خلقكم إذا أبوري مثلا إله هو نبوس يقول دور أدلاء إله قتاديس الوحداني كما تصعليني إله هو سبحانه وتعالى الله أله الذي الله ويه خلقكم إذا أبوري ثم بعيد رزقكم من أرزقه إله إننا أبوري أيو مخونا أبوري كما سعيد عاطنه وأنا أرزقه فعما سأرقى عدنه يقول الله أبوره إن هي سجود إله أرسينا وفي سجود مركعة سؤال مكتوب إليه الله الله الإلهي الذي الله ويه خلقكم من أدورو الإلهي ثم بعيد رزقكم من أرزقه ثم بعيد يموتكم من جلاية ثم بعيد يحييكم من صنع علينا الله ومسك سبحانه إلهي إنا إذن أبوره قريب من أشقيا مدلين مرفع لما سنع الله ينزل بها بعد ما يستثنوا حوال الله وإنسان علينا ثم بعد يدور إلهي يحييكم الله وإنسان علينا هل هو من شركائكم شركين مسلمين يا مشركين ولدينا إله وحضر قضايا هل من شركائكم شركين مسلمين وخبر مقدم ولي من كنوال سبعين ولي ما يفعلنا مركز تديه ومؤخر ولي هل من شركائكم شركين مكملها من دون يفعل طلعه من ذلك فينا في الطرس رأي من شيء سيطة طلعه هو عوية مدوح أبوره وحنا أرجوكه وحنا دلعه وحنا مولينا أثنان كان أرجوه في مكملها شيء مرك الله ورعب الله مرك أصوبها سبحانه قال النبي هنا وتعالى ألا تقول هذه أما في يشركون مشركين في المشركين سبحانه تنزيهنا الله والله أصلنا وتعالى الله وطر هذه أما في يشركون المشركين في الإلهي معي الله والله سفراء السلام وحا يجري عابدا هنا إله الجرب لبعيانه وحا الله عطاه ورعون وحدانا الليل كريم ظهر الفساد فساد هو ظاهر الله في البر البر ظاهره كظاهري يو البحر ببدأ له كظاهري بما في صور كنسة كطور عيسى فتوضى الهي فإنسان ناس ذكر جمحاض بيذيقهم الله إنه أودى بنسية أيضا أولى ظاهري دعلم بديك يبر كنسة عمله أي عمل فلان فقع اللهم قال إنه يرجعون إبطال أقصان قال العيور سبحانه وتعالى ظهر الفساد فساد هو ظاهري في فرد برغ أيوه كظاهري برغ وحال غوضا تلك قفرات باوري أبار أيها قد عضي نواس شراء سيار عضي ضدنا وحال غوضا هالي ضد عادي هال غوضا أبو حال غوضا هالي جلاد أو قطع لولياسة جين فور قطع هو عوالي ولياسي وعاكو يرانا بجيني بس كمركة سيوري وجين فيه سيدنا هالدين وليغ أو قلره أيها نوع حول إباطات المعنى أعلاش قال الله عليه وليغ قال الله عليه فوق كل مدين عليه أما هالدين فور سيدور أنا حول كماء لجيني وحاسودا بس مع سيدور بي مركة سودة إلهي فتهات أيها ظاهري بر إيا بحر أيها فظاهروا إلهي بما في سير كيف سألون أولا ظاهري فصدد أو كفرتي إرجو ناس جتر جمع هذا الإله وعانا شاس هو ظاهري بيضيقهم الله إنه ودى بيس يبكي أولا بيضيقهم أنا ودى بيس يبكي بعد الذي في بيس يصور إلهي عن رؤى عمل سلام معناه بعد الذي تعلى أخرى سيلة يوري في أبوهدين تبركوز عن رؤى عمل سلام إلي أو سمريها معاصية بعد الأو سمرة أيال وعقوا بينها لعلهم الله بل إنه يرسعون إسرالة الثان بل إنه الثورة الثان إسرالة الثان إلهي سبحانه وتعالى أسر بطيران سلعة إلهي مرسعة عقوبة الله ستة روي مرسع علمانه وحيرا دون قاكوب سلعة وحاولي مطلق كالجرانتيك هاي المرسع سلعة وحاولي أعيبه ونع عيسو برد أسامين وصف بردنا أسامين وفضل لك سلعة مطلق أبهان كفور أبهان هي ما رأت يقولك بره جار أين الظهن هي المدرسة هذا بدنا أبوه بهن هل هذا سرهو لإله سيد محمد سرهو لمن كمشركين العرب وهو حوية وحوى البجي جن سيروا الصعبة أمه في الأهل أهل الصعبة تنظروا سوريا سيرفة سيرة إسانة هاتي عاقبة سيرة جيمة سورة إلتالي من قبل هر أهل إله سيد سبحانه وتعالى معي روحا ليس هنجل إلا إفرقها يجب لعلاها يؤسرين ملو إفرقها أيضا وحوى البأرسة يوء مديه جاريه بيها لا يوحى سأرسة ليس في إفرقها هنا مرسى سؤال لو ذوله قلها أسرى سيسر حالك كهو سيره الصعبة أنه في الأهل أعرابة الصعبة تنظروا سوريا نظر اعتبار مني في الصعب أوه حالة بلا لوء الزقاف يسيره الزقاف
كيف في اللي كان عاقل عاقبة في دين خير من قبل فرع هذا الله كان وحي آيون أكثرهم بلن قوة الإله مشتكين مشتكين الهايون كان أكثرهم أكثر قوة روحه على الإله مشتكين مشتكين مركا كان لهلاقي سريد جيد أيان له هلاقي إسرار جيد أيان سريد جيد مكاسب سيد إيه مناسي سيد هنا ويسحى ولأة ووقت جراء الله كان وحي آيون الإله أكثرهم أكثر قوة الإله مشتكين كل مشتكين الهايون مركا ما كان مشتكين الهايون وحا بعضي إلا هلاقي أجاره دي كل عبادة منه مانتا وحكتا جنة الجري هذه ترى ذات في الكفار مكر وقت جنال عليه السلام من في جوهر سلا حياء القضان عيسى معايا لفصول عياء الإنسان جري فصول في دعوين يؤيسي جاتيه وات بيون السيد وما لها سلسوة صوف فريقها هي مرسى جدتك من وضوه رضاك قادان وما قد فريق أمراء من قصنا به سلا سامركو عليه جهنمه بعد ذلك أدوك كبعض قولنا إن الله جل وعلا كل جناة من الله صلّى الله عليه وسلم. فتعصر كل من تأسيس كريم الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.